يلا مقسم. اوكي يلا مالك السلام عليكم. اسم ديالي العربي. كنسكن في حي الدار انزا. كندير هادشي ديال الديسير، بيع وشراء ديال الخضره الديسير سميتو، وكنربي هاد الطيور. علاش كتبيع؟ كنبيع هادشي ديال التفاح، البنان، بواويد. عندي موتور تريبورتو، كندور في الدروبه، كنبيع الشريف الديسير، جميع الديسير اللي درت. كنمشي للمارشي دابا اللي لقيت صافي عادي. هاد الخير هذا شريتهم باقيين صغار، وبديت كندرب فيهم حتى دريساهم مزيان، وليت كنخرجهم باش يولوا حرين، ما بقاش ديما سد عليهم في القفز وسميتو. هادشي في الاول ديالهم صحابين شويه، الا ما عندك الخاطر وسميتو ما تقدرش دير والو فيهم. حاولت شويه باش نعطيهم وقت من الوقت ديالي وكذا، ونخرج معاهم ونخرجهم ونعطيهم الوقت حتى تربوا، بعدا الحمد لله بحال هكا. هادو عندهم 8 شهور دابا، طالعين دابا 9 شهور تقريبا هناك بحال هكاك. كوكي لا كانوا عندي دوك الطيور صغار، دوك فيهم غير تبرزيت انا نبيعهم، وشريت هاد الاخرين. هادو زوينين نقيين في التربيه ديالهم، وحتى في ما كيخسروش بزاف، ما كيخسروش الماكله ديالهم بزاف، ماشي بحال هادوك الاخرين. هادو بالنسبه لهادو مزيانين، اللي بغى زعما يكسب، زعما يكسب بحال هادو زوينين، واخا ساوين في شويه في الثمن عادي ماشي مشكل. داير الثمن شويه ولكن مزيانين. تولفناهم دابا ما نقدرش نبيعهم، واخا يعطوني حتى 1500 درهم ما نقدرش نبيعهم. كان عطاني واحد فيهم 70000 فرنك، قلت ليه لا ما نقدرش. عندي واحد الحاجه ولفتها راه لا اله الا الله، واخا يعطيك فيها حتى مليون ما تقدرش تبيعها. كيفاش جاتك الفكره باش تربيها؟ سبحان الله العظيم، راه فكره خديتها من واحد الدريه بنت اختي، كنت شتها مربيه غير واحد في الدار ودرباتو على سميتو. صافي واحد النهار انا ندور فين زكان، تلاقيتهم من عند واحد الدري فين زكان، وانا ناخذهم عنده. دابا هو حاليا راه كنت خديتهم من عنده بشي 8400 ريال. الله الا حاليا دابا مبرصني عليهم، قال لي انا عطيك فيهم 12000، قلت ليه لا ما نقدرش نبيعهم. دابا ولفناهم ماين الدار، ولفوهم انا ولفتهم ما نقدرش نبيعهم. قال لي غنزيد 1000 ريال، قلت ليه تقول؟ قال لي 65 فرق غنعطيك وجيبهم ليا تخلص ديالك. قلت ليه ما نقدرش، لان واحد الحاجه ولفتها ما نقدرش تبيعها. كيفاش تعلمتي التربيه ديالهم؟ انا سهل على الخاطر، الخاطر داكشي ماشي غادي تبدا تسميتو، كاين كلشي داكشي في اليوتيوب، التربيه ديال الطيور، التربيه ديال اي حاجه، خصك تتبع ويكون عندك عقل شويه واعطيهم الخاطر، اي حاجه تقدر توصل ليها. كتشريهم وتبيعهم ولا غير هادو اللي عندك صافي؟ لا غير هادو، غير وصاني دابا شحال من واحد وصاني على الفراخ، ودابا باش ندريسيهم ليه ونبيعهم ليه. قلت له ودي ما عنديش الوقت ديال داكشي، نقدر لا ماشي مهنه ديالي، غير كهوايه فهمتي. حيت ما مستعدش انا زعما باش نبيع، نبقى نبيع ونشري بهم ولا سميتو، انا ما عنديش وقت باش ناخذ نعطيهم الوقت ديالهم، عاود ثاني نمشي نشريهم ونعاود ثاني 90 تي صعيب الحال باش تدريسيهم. كيبغي الوقت، راه خصك وقت، خصك تكون عندك الدار تسميتو، تكون ما تخلصها كرالة ما لا ضو عادي فهمتي. نعم يشوفوك داكشي اللي كاين، خصو يولفوا عليه على حساب التوليفه ديالك انت، ما يشوفوش شي واحد اخر. اما الا كان كثر الضجيج وسميتو كيتربوا في واحد العصبيه، صافي ما كيبقاوش يحملوا بنادم، خصك ما تحاولش تدخلهم البلاصه اللي فيها البشر بزاف، بنادم كثرت بنادم، حتى يتربوا هذاك تاع ديك الساعه مني تدريسيهم، ديك الساعه ممكن تخرجهم في اي بلاصه. دابا انا كنخرجهم معايا ملي كيكون عندي السلعه، كنخرجهم ندور معاهم في الدروبه وسميتو، كيبداو يتصوروا معاهم الناس وسميتو، كي درتي ربيتيهم كيفاش هادي، كيفاش الله يرحم والدينا ما ورينا فين سميتو باش نشريهم وتعاود دريسيهم لينا،
كذا. قلت لها ما ودي راه نوريكم فين عاد تشريهم وسميتو، ولكن انا باش ندرسيهم راه واخا ما عرفاش تعطيني راه ما عنديش وقت، حيت هذا الخير هذا كيبغي الوقت، اي خصك ضروري تحيد من الوقت ديالك واحد نص ساعه ولا ساعه باش تعطيهم الوقت هما يا تدريسيهم تخرجهم تنظف لهم المكان ديالهم. المهم راه لا اله الا الله راه داكشي عليه صعيب، الناس راه عارفين داكشي. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.